بابي مولا صباح الخير يا شيخ. كنتني باش يخرج وكال صاحي ربي يحفظك كاع وان شاء الله بعد فتره مؤتمر لصمام اثنين. الله اكبر الله يحفظك الاولى والثانيه لا بلاتفورم لا والتاريخ ما يتنحى رزقك خليه يعدى. كم من الناس ماتوا بزي رحم وهم عند الاخرين اموات صحيح فهمت افهمت كم هم احياء وفي نظر الشعب اموات. لا خلينا هاد الناس ماتوا الله يرحمه تاريخيا في نظر الشعب هذا النظام سيموت لما يا نظام بارك الله فيك زمان وقصر سينتهي هذا النظام وهذه ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني. الثوره الجزائريه هذه انا ستمشي الله يبارك في الاعماق الافريقيه ومن مراكش الى بغداد الله يبارك هذا شعب عظيم هذا شعب عظيم الله يبارك هذه الثوره المباركه كما سموناها ستبدا من مراكش الى البصره والشعوب هذه راهي تنتظر في الثوره هذه العظيمه ثوره التغيير وثوره الرجوع الى الاصل على بالك باللي العمق نتاعنا الافريقي هذا اللي راهم خايفين منه بارك الله فيك وفرنسا بصفه خاصه راهي خايفه باللي الثوره هذه تمشي للعمق الافريقي وتمشي للشرق وفي الغرب ولهذا راهم حطوا ثقلهم الامارات القطريين السعوديين وحتى المصريين مع الاسف مع الاسف هم حطوا ثقل انتم شفتوا زياره للسعوديه راكم شفتوا زياره للسعوديه والامارات هذو خوانين هذو خانوا الامه العربيه وخانوا القاره الافريقيه بارك الله فيك تحت الحمايه والان هما يسوترات يسوترات كلبوا بنا عند ليزيتازيني الامريكان كلفهم باش يكلبوا بنا هذا حنايا منذ نصف قرن ويزيد اختار عدد قليل من الوطنيين المخلصين الجزائري طريق الكفاح المسلح وكان هؤلاء بدون امكانيات تركيا غير انهم كانوا مسلحين بالايمان القوي وبروح التضحية الكاملة متجاوزين بذلك حدود التصور الإنساني وحتى منطق الأشياء إنها ثورة شعب مستعبد في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة والاستفادة المشروعة من ثروة هذا البلد صحة عملها صحة عملها de la révolution du peuple latin méridien. Arpé, c'est un peu de نحيو رجال بالتاريخ والتاريخ ما ينحيهم التاريخ ما يتمضى ما يتمضاش اللي عنده تاريخ عنده تاريخ اللي صافي صافي اللي حركي حركي اللي قومي قومي كل شيء باين هاي اربع قطارات هاي اربع قطارات